بودكاست عبود ماكسينج خطيئة الشهوة. ها أنا الآن أمام الرب، لا أعلم ما كنت أفكر به في الحياة الأخرى. ماذا أقول الآن؟ كل ما فعلته حاضر أمامي، لم أكن أريد فعل أي من هذا. ماذا أقول يا ربي؟ هي من علمتني لفعل المعصية؟ هل كانت تستحق أساسا؟ لا، لم تستحق أي مما فعلت. كل ما اكتسبته كان شرارة من الجحيم، كما سأحترق في الجحيم احترقت في تلك الحياة، سأحترق مرتين بعد، وهذه ستعتبر الرابعة. كانت خيانة، وبعد ذلك ندما على معرفتك وعلى فعلا اقترفته. لم أكن أريد أي شيء، وبعد كل تلك الحروب التي خضتها بداخلي كنت دوما ما أتمس بك طفل يطرق باب جاره العجوز كل يوم، لا يريد الاقتناع بفكرة أنه قد مات بالفعل. دوما ما كان يتمسك بطفولته، يريد أن يلعب بكرته فقط. لم يكن يعلم أنها أرادت أن يأخذها الريح لبيت العجوز. وكذلك كما ترون انتهى بي الأمر الآن بالحكم علي بالجحيم. من يطفئ جحيم الندم بداخلي؟ وربي رحيم، لكن ذنبي لا يغتفر، ولو كنت أنا مكان الرب لعاقبت نفسي بنفس المصير. اشتركنا بالمعصية، نعم، وجدتها مرمية بمكان أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد نارا من تحته. اشتركنا بذات الجحيم، وماذا حدث؟ هل استفدت شيئا؟ ستحترقي بنار حقدي وكرهي لك، ستحترقي حتى آخر قطرة من بحور كرهي لك. أنت في الجحيم، ماذا تريدين بعد؟ لن أرحم تلك العينين، كنت أرى عالما بداخلها، ولم أكن أعلم أنها مجرد صورة مسمومة خلفها مئات الخيانات. ربي، إن كان لي ذنبا أشترك به معها، فلتحرق جسدي حتى أنساه.